بسم الله والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. بداية أمسي عليكم وعلى السادة المستمعين. أمانة يعني أنا وجهت سؤال لوزير التجارة عن صحة مطالبة بتجنيد العمل بقرار وزاري متعلق بحماية المستهلك، وهذا قانون أصدره المجلس الحالي وهو لأهمية القصوى في الحماية والمحافظة على المستهلك وهو المواطن. نعم، هذا القانون لم يأتي يعني من فراغ، أتى بعد أن يعني أخذ وقت طويل في اللجان، وحتى في عبد الله تحت قبة عبد الله السالم حتى تخرج بهذا القانون لحماية المستهلكين من الاستغلال الذي يحدث للأسف من بعض التجار، خاصة وإحنا على مشارف شهر رمضان الكريم، ودائما ما نسمع في هذا الشهر الكريم في مكتب تأتينا شكاوي كثيرة عن 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 ارتفاع الأسعار واستغلال الأسعار. طيب طالما ذكرت شهر رمضان سيد فيصل، في ظل اتهام وزارة التجارة من البعض بعدم قدرتها على ملاحقة التجار أو تجار رفع المصطنع للأسعار قبيل رمضان، كيف ترى محاولات البعض تجميد قانون حماية المستهلك؟ احنا الان طبعا هم في صدد متابعة، يعني اتمنى الوزير الجديد الاخ يوسف العلي بان فعلا يعني يقوم بتطبيق القانون بحذافيره وبتشكيل لجان ومراقبه الاسعار سواء في الجمعيات التعاونيه ولا في الاسواق المركزيه ولا في اي يعني اي سلعه تقع تحت مراقبه وزاره التجاره. نعم. امانه يعني صار بيني وبين معالي الوزير حديث اثناء الجلسه الماضيه حول كيفيه حمايه المستهلك، ويعني قادني بان فعلا الان هم في خطط وضع خطه لحمايه المستهلك خاصه في شهر رمضان ومتابعه رفع الاسعار في هذا الشهر الفضيل. نعم. قال نشكل لجان حتى فعلا تتابع هذه القضيه بشكل وسوف يطبق القانون على الجميع. لكن ما استغربت فعلا من لجنه النقل في غرفه التجاره بعد ما اخذوا يعني وقت 3 شهور. نعم. وقت طويل طبعا مع وزاره التجاره ومع الوكيل المساعد بالشؤون القانونيه لاخذ جميع ملاحظاتهم. نرى اليوم في الصحف في الامس في جريده القبس بان هناك مطالبه بوقف هذا القانون لحين مراجعته لبعض بنوده، فهذا امر طبعا غير مستحب، لان هذا اعضاء مجلس الامه مسؤوليه جماعيه. نعم. لاعضاء مجلس الامه بمتابعه تنفيذ هذا القانون الذي فعلا هذا قانون ضروري جدا وملح جدا لحمايه المواطنين والمستهلكين. وبعد ذلك انا وجهت هذه الاسئله حتى اعرف ما نعم. يعني ما هي الاسباب التي فعلا التي تتطلب اليوم ان احنا حتى نوقف هذا القانون 3 شهور. نعم. واخذوا مدتهم غرفه التجاره، اليوم تفاجئ بان هناك فعلا من يريد ان يعطل اتضحت الصورة سيد فيصل، اتضحت الصورة. نعم، وصلت الرسالة. عضو مجلس الأمة النائب فيصل الكندري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.